منتصف الليل بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة من القاهرة الإخبارية. أهلا بكم وأهلا بك رغدة. أهلا بك يا أميمة وأهلا بحضراتكم، والبداية دائما بأبرز العناوين. مصدر رفيع المستوى يؤكد عدم صحة تداول بعض وسائل الإعلام حول وجود اتفاق مصري إسرائيلي بشأن إعادة فتح معبر رفح. والخارجية الأمريكية تؤكد استمرار البحث عن حلول دبلوماسية مع مصر وإسرائيل لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني. أونروا تؤكد أن أكثر من 32 ألفا قد فروا من رفح بحثا عن مأوى خلال الساعات 48 الماضية. البداية من تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أكد مصدر رفيع المستوى أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام حول وجود اتفاق مصري إسرائيلي بشأن إعادة فتح معبر رفح. وقد شدد المصدر رفيع المستوى على تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من المعبر كشرط لاستئناف العمل به. وفي سياق متصل، أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن مستمرة في الانخراط بحلول دبلوماسية لفتح عدد من المنافذ البرية إلى رفح الفلسطينية، وأنها تعمل بلا كلل مع مصر لإيجاد هذه الحلول ومع إسرائيل لفتح معبر رفح الفلسطينية. وحول خطة اليوم التالي، أكد المتحدث أن واشنطن لا تريد أن تكون غزة منصة للإرهاب في المستقبل، محذرا في الوقت نفسه من أن هزيمة حماس بدون وجود خطة دبلوماسية واضحة سيبقي المنطقة في دائرة العنف. وشدد كذلك على ضرورة أن يتجنب الجيش الإسرائيلي ما حدث في رفح الفلسطينية مستقبلا، واصفا مشروع قرار مجلس الأمن المقترح من الجزائر بشأن رفح الفلسطينية بأنه غير متوازن. قالت حركة حماس إنها أبدت مرونة وإيجابية مع جهود الوسطاء على مدى جميع جولات التفاوض غير المباشرة السابقة وصولا لإعلان الموافقة على مقترح السادس من مايو الماضي. وقد أضافت حماس أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم المفاوضات كغطاء لاستمرار العدوان ضد الشعب الفلسطيني، وردا على الموقف الإيجابي للحركة باجتياح رفح الفلسطينية واحتلال الجانب الفلسطيني للمعبر. وقد أشارت حماس إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قدم ملاحظات تفضي إلى تعطيل جهود الوسطاء، مشددة على أنها وبقية الفصائل الفلسطينية لن تقبل بأن تكون جزءا من هذه السياسة باستمرار المفاوضات في ظل عدوان وقتل وحصار وتجويع وإبادة جماعية للشعب الفلسطيني. أفاد مسؤول قبرصي بأن الممر البحري الذي أنشئ لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة لا يزال يعمل. وأضاف المسؤول القبرصي أن المساعدات الإنسانية مخزنة في سفن قبالة ساحل القطاع لحين إصلاح الرصيف الأمريكي العائم، مشيرا إلى أنه من المحتمل إعادة تشغيل الرصيف البحري الأمريكي بغزة بحلول منتصف الأسبوع المقبل بعد إجراء الإصلاحات اللازمة لإعادة تشغيله.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة. وقد أفادت الصحة الفلسطينية بأن تلك المجازر راحت ضحيتها 53 شهيدا خلال الساعات 24 الماضية، فضلا عن إصابة 357 آخرين. يأتي ذلك في حين ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36,224 شهيدا، كما بلغ إجمالي عدد المصابين منذ 7 أكتوبر وحتى الآن 81,777 شخصا. يصعد الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكاته بقطاع غزة، خاصة جرائمه الأخيرة بمدينة رفح الفلسطينية، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات، فضلا عن نزوح الآلاف من العائلات. إلا أن إحدى العائلات الفلسطينية رفضت الرحيل بعدما أرهقها التنقل من مدينة إلى أخرى ومن خيمة لغيرها، حتى قررت البقاء راضية بأي مصير يكتب. أيها الموت، إننا هنا في ذات المكان الذي زرتنا فيه مرات عدة في وقت سابق، لا نخشاك ولا نخشى تلك الآلة العسكرية التي تقذفك إلينا، ولكن إن جئت فلتأخذنا جميعا معك، لن نبرح مدينتنا ولن نرهب ذاك العدوان، فنحن أهل الصمود، فلتشهر أسلحتك بوجهنا ولنشهر نحن الصبر والقوة أمامك. كان ذلك لسان حال عائلة الضوء التي رفضت ترك مكانها برفح، مقررة عدم الرحيل لأي مكان أيا كان. نزحت الناس وإحنا ضلنا لحالنا وصبرين، وهينا قاعدين بنعجن يا أولادنا، وبرضو الوضع صعب، يعني مش زي أول إنه نقدر نطلع ونروح ونيجي، وبطل ما كان في أمان، يعني وين ما كان قالوا لنا روحوا، رحنا عن صراط، ورحنا على الدير، ورحنا على خان يونس، وجينا على رفح، برضه ما فيش ولا مكان آمن، بس احنا صامدين، والصمود هذا بفضل رب العالمين علينا. عائلة أرهقها النزوح وأجبرتها الحرب على ترك كل مكان سكنوه، حتى فقدوا كل شيء، فاستسلموا للموت لا للعدو، معلنين بقاءهم في تلك المنطقة التي حذر الاحتلال من التواجد بها، حيث يعلمون جيدا ألا مناطق آمنة بغزة، فقرروا ألا يرحلوا تلك المرة. فيش منطقة آمنة، وين هم؟ مش هذه المنطقة صنفها الاحتلال الصهيوني إنها آمنة؟ ليش عملوا فينا هيك؟ إيش بدهم منا؟ إيش بإحنا؟ إحنا إيش بدنا نعمل إحنا؟ إحنا هذول صغارنا، إيش ذنبهم؟ إحنا إيش ذنبنا؟ إيش ذنبنا نعيش المعاناة هذه اللي عايشينها؟ بس إحنا رغم هيك إحنا صامدين، إحنا صامدين، إحنا صامدين، رغم هيك ورغم اللي بيصير فينا إحنا صامدين. بسالة وشجاعة سطرت بدماء عشرات الآلاف من أبناء فلسطين على مر السنوات، لا يعرف الاحتلال عنها شيء، إذ ظن أن قتل المدنيين وتدمير المنازل والمباني وترهيب أصحاب الأرض قد يمكنهم من صنع روايات تحمل أي تاريخ لتل أبيب، لكنهم لم يدركوا أن التاريخ يحتاج لأبطال لا لشياطين ولا لصوص. أفاد مسؤول الصحة بقطاع غزة بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال 12 شهيدا على الأقل بمخيم جباليا شمالي غزة. وفي غضون ذلك دعت لجنة الطوارئ في شمال القطاع، دعت سكان جباليا إلى التريث وعدم العودة إلى مناطق الشمال، وذلك بعد الأنباء التي ترددت عن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المدينة. وقد ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن اللجنة حذرت من أن جيش الاحتلال ترك خلفه آلياته المنسحبة وعدد كبير من الطائرات المسيرة أيضا التي تطلق النيران على المواطنين الفلسطينيين. ولا تزال مأساة قطاع غزة تتزايد، فإلى جانب الحرب لا يجد مئات الآلاف من المواطنين شربة ماء واحدة تروي ظمأهم، وبدلا من الموت قصفا يموتون عطشا وجوعا. هذا وتتزايد أعداد الشهداء يوما تلو الآخر وسط تجاهل وتغافل من المجتمع الدولي العاجز عن ردع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.
شهداء لم تقتلهم رصاصات العدو وقذائفه، نجوا ذات يوم من القصف ليقعوا ضحايا لقاتل صامت لم ينقذهم منه أحد. إنهم الموتى عطشاً في غزة، ضحايا الحصار والدمار واحتلال غاشم تفنن في أساليب أكثر وحشية للقتل غير تلك التي تعرف بالأسلحة. في غزة وتحديداً منطقة المواصي التي لا طالما دعا الاحتلال المواطنين إلى النزوح إليها، لا ماء كافياً للشرب، وعلى المواطنين قطع مسافات طويلة سيراً على الأقدام حتى يصلوا إلى طوابير أطول يقفون أمامها ساعات أكثر طولاً من أجل الحصول على قارورة ماء. طريق محفوف بالمخاطر قد لا يعود منه المرء ثانية، وإن عاد فهو مكبل بالخوف والعطش والذل الذي يلقاه نتيجة تزاحم وتدافع المواطنين العطشى الذين وجدوا أنفسهم بين لحظة وأخرى مشردين بلا مأوى أو طعام وماء، حتى يتثنى لعدوهم تحقيق أهدافه الشيطانية بقطاع ذبلت ملامح الحياة بداخله. منطقة وسط القطاع كاملة حرمها الاحتلال من محطات تحلية المياه سوى تلك التي توجد على شاطئ دير البلح، لكنها بالطبع لن تكفي لتغطية احتياجات هذا العدد الهائل من السكان، ما يضطرهم وبحسب أحد المواطنين إلى شراء باقي احتياجاتهم أو الموت. أسعار المياه كغيرها من سلع في قطاع غزة تضاعفت مرات عما كانت عليه في السابق، هذا إن وجدت من الأساس، ليصبح المواطنون أمام مأساة جديدة وتساؤلات أكثر. كيف يمكنهم تغطية احتياجاتهم وأسرهم الكاملة وهم بلا أموال أو كميات من المياه قد تسد احتياجاتهم؟ في غزة بلاد العزة كما تحب أن يطلق عليها، أهان الاحتلال الغاشم كرامة أبنائها، فلم يكفه سرقة الوطن وأعمار الشباب والشيوخ والنساء والأطفال ليتجه إلى إذلالهم من أجل شربة ماء أو حفنة دقيق في نوع جديد من الحروب اللا إنسانية التي لن ينساها التاريخ أبداً. شدد المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بكامل قرارات محكمة العدل الدولية. وعقب لقائه مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل لاجئين فلسطين أونروا فيليب لازاريني، طلب المسؤول الأوروبي إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية لضمان سلامة وأمن موظفي الوكالة ومبانيها، داعيا إسرائيل إلى وقف حملتها على أونروا وعدم المضي أيضا في تصنيفها كمنظمة إرهابية، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي للوكالة ولعملها الضروري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي المنطقة. إلى ذلك أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني أونروا أن أكثر من 32 ألف شخص قد فروا من مدينة رفح الفلسطينية بحثا عن مأوى آخر في قطاع غزة في اليومين الماضيين. وأضافت أيضا أن العائلات في غزة تبحث عن الأماكن لكنها لا تجد سوى الدمار، وأشارت أونروا إلى أنه لا يوجد مكان أمن من القصف المستمر في غزة، وأن أهل القطاع أجبروا على ترك كل شيء خلفهم، وأن حياتهم باتت معرضة للخطر كل يوم. وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل لاجئين فلسطين أونروا عدنان أبو حسنة، قال إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 192 من موظفي الوكالة في غزة منذ بدء العدوان على القطاع في 7 أكتوبر الماضي. وطلب المتحدث باسم أونروا الدول المانحة زيادة دعمها للوكالة لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة. محاولات مستمرة وسعي دؤوب من قبل حكومة الاحتلال لإنهاء عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا وقتل أي أمل للغزيين في البقاء على قيد الحياة، محاولات يوظف لها الاحتلال إمكاناته ويسخر لها كل طاقته بهدف تصفية كل ما يمكن أن يشكل دعامة للوجود الفلسطيني في القطاع المحاصر. وكالة الأونروا كشفت عن استهداف الاحتلال أكثر من 190 من موظفيها منذ بدء العدوان على قطاع غزة،
كما استشهد أيضا أكثر من 450 نازحا جراء القصف الإسرائيلي على منشآتها التي ترفع علم المنظمة الأممية. من جانبه حذر المتحدث باسم الأونروا من أن انهيار الوكالة يعني تصفية قضية اللاجئين، الأمر الذي قد يؤدي إلى إنهاء عملية السلام في الشرق الأوسط، موجهاً نداء للدول المانحة بزيادة دعمها للأونروا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها في توفير الاحتياجات الإنسانية والإغاثية لأكثر من مليوني فلسطيني من سكان القطاع المحاصر. ومنذ أن بدأت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، دأبت على تشويه الأونروا واتهامها بتعاونها مع الفصائل الفلسطينية وممارسة الضغط على المجتمع الدولي لوقف تمويل الوكالة التي توفر الغذاء والدواء والماء للاجئين الفلسطينيين. إلا أن الدول المانحة عادت لدعم الوكالة باستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا. إسرائيل تلك الدولة المغتصبة للأرض وحقوق أصحابها تدرك طبيعة التشابك بين أونروا باعتبارها مؤسسة إغاثية من جهة، وبين الحقوق الفلسطينية والوجود الفلسطيني من جهة أخرى، وأنه في السبيل نحو هدر حقوق الفلسطينيين وتصفية وجودهم لابد من تفكيك أي روابط عالمية تحفظ حقوقهم ووجودهم، وهو ما يفعله الاحتلال حالياً مع تلك المنظمة الأممية. أعلن مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة بدء عودة المجاعة إلى مدينة غزة وشمال القطاع. وقد أشار مكتب الإعلام الحكومي إلى أن السكان يستنزفون ما تبقى لديهم من مواد غذائية منذ أكثر من 3 أسابيع، مضيفا أن معضلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة لن تجد حلا إلا بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح جميع المعابر. يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من جهة، وتزداد حياة الفلسطينيين قسوة في القطاع من جهة أخرى. نعم، فمع الظروف الحياتية القاسية في قطاع غزة يحاول الفلسطينيون التغلب على هذه الظروف لتلبية أبسط متطلبات حياتهم. 7 أكتوبر الماضي كان اليوم الذي تحولت فيه حياة الفلسطينيين في قطاع غزة إلى حياة مؤلمة. أصبحوا لا يسيرون إلا وسط شهداء ومصابين، وسط منازلهم التي تحولت إلى أطلال مع كل استهداف من أسلحة جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق عدة بالقطاع، ومنها مدينة خان يونس. وتعبنا، تعبنا ودورنا مهدن، والحين دي احنا قاعدين مش ملاقين إن مي وإن نقعد في قلبه، دي احنا غير بنقعد في الشارع، وتبهدلنا وفقدنا نسيبنا توفوا، هذا كيف انت قاعده في البحر هي ولادها. وبحثا عما قد يخفف من قسوه اوضاعهم الحياتيه، يلجا معظم الفلسطينيين الى ذكريات الماضي، فيتوجهون الى منازلهم المدمره او يتحدثون عنها لاستحضارها ولاستحضار ما تحمله معها من سعاده، وان كانت مؤقته الا انها شافيه لهم. هذا البيت له ذكريات كتير، وخلفت فيه بيجي صلاة النبي 5 أطفال ربيتهم من دم قلبي، وحياتي كلها في هذا البيت. الحين صار البيت زي مدينة الأشباح، مش بيت، مغارة للخوف، وحياة بتخوف، حياة أليمة كتير. ومع الواقع الذي فرضه عليهم عدوان إسرائيلي لم يراعي يوما أدنى حدود الإنسانية في حربه على قطاع غزة، ما كان من الفلسطينيين إلا تحدي هذا الواقع والتحايل عليه بأبسط الأفكار لتلبية متطلبات حياتهم، ليثبتوا أن الحاجة أم الاختراع. هاي الثلاجة اللي بنستعملها بدل ما تكون ثلاجة نثلج فيها أكل للأولاد طعام للأولاد، وما شفناهوش الكهرباء إلنا 8 شهور، ولا شفنا كهرباء ولا بنعرف شو عنها، عملتها خزانة للمطبخ وحاط فيها أدوات المطبخ كلها. ورغم استمرار العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، فهناك دائما أمل في أن ينتهي العدوان في لحظة ما، وأن تحمل الأيام القادمة السلام والأمان للفلسطينيين في قطاع غزة دون مشاهد الدمار التي تسوده الآن.
إذن في نبأ عاجل، تمت إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 34 تهمة في محاكمته في نيويورك. والآن ينضم إلي رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن. رامي، يعني حدثنا عن هذه الأنباء العاجلة التي وردت إلينا، وما هي ردود الأفعال إذا كانت هناك ردود أفعال؟ مرحبا أميمة. يبدو أن طريق ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى لم يعد بتلك السهولة التي كان يتصورها البعض. الآن ترامب هو أول رئيس أمريكي سابق يتهم جنائيا في 34 تهمة جنائية. هيئة المحلفين بالكامل وبالإجماع أجمعت على إدانته في 34 تهمة التي كان يحاكم فيها في نيويورك في المحاكمة المعروفة إعلاميا بشراء الصمت. تلك القضية التي يحاكم ترامب بسبب أنه منح أموالا لممثلة كان يريد منها أن تصمت في عام 2016 عن الإدلاء بأي تصريحات صحفية تروي فيها أنها كانت على علاقة به في أوائل الألفينات. كل ذلك أدى في النهاية إلى عقد هذه المحاكمة الجنائية بعد ماراثون طال أكثر ربما من شهر من الجلسات المتتالية طوال الأسبوع. ترامب كان يضيق فيها كثيرا بالوجود في قاعة المحكمة، نظرا لأنه من المنتظر أن يكون في أماكن أخرى ولايات أخرى من أجل دعايته الانتخابية، باعتباره الآن مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر 2024. إلا أن كل ذلك اليوم تغير تماما. نعم. بعد طيب هذا ماذا سوف يترتب من هيئة المحلفين ماذا سوف يترتب رامي على هذا الحكم إذن بإدانة ترامب في 34 تهمة؟ حتى الآن ستنظر القضية أو سيصدر الحكم النهائي من القاضي. الحكم اليوم فقط للإيضاح كان من هيئة المحلفين، سيصدر الحكم النهائي من القاضي في الرابع من يوليو المقبل، وغالبا لن يختلف كثيرا عن حكم هيئة المحلفين. ولكن إذا كان السؤال حول ما إذا كان يستطيع الترشح أم لا، فبحسب الكثير من المراقبين هو يستطيع الترشح بالفعل للانتخابات، ويستطيع أن يستمر في حملته الانتخابية ويترشح للرئاسة، لأنه حتى الآن الحكم النهائي هل سيكون سجنا، هل ستكون غرامة، كل هذه أمور تتوقف على الفترة المقبلة وعلى تقييم القاضي قاضي المحكمة في نيويورك، هو الذي سيقدر حجم العقوبة على ترامب في 34 تهمة جنائية. نعم، كيف يمكنه الترشح إذن رامي حتى يعني في حال أن يحكم عليه بالسجن؟ هل القانون الأمريكي يسمح بهذا؟ في بعض الأحوال يسمح، في بعض الأحوال يسمح بذلك، وهناك سابقة ليست لرئيس دولة وليست لانتخابات رئاسية، ولكنها كانت لعضو كونغرس في إحدى الولايات ترشح وهو موجود في السجن، بل ونجح بالفعل وهو موجود أيضا في السجن. فالسابقة موجودة في انتخابات أخرى لكنها ليست انتخابات رئاسية. هذه المرة من الصعب جدا التنبؤ كيف سيتعامل قانون الانتخابات مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لأنها لأول مرة يحكم فيها جنائيا على رئيس أمريكي سابق، ليس ذلك وفقط بل ومرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية. أعتقد أن الحكم الذي سيصدره القاضي يوم الرابع من يوليو سيحدد الكثير من الأمور. الحزب الجمهوري أيضا ربما سيكون له رأي في هذه القضية أو في هذا الحكم، هل سيستمر في دعم ترامب، هل سيبحث عن مرشح بديل، هل ستكون المرشحة الجمهورية التي انسحبت نيكي هيلي بديلا لترامب. في الحقيقة كل السيناريوهات مفتوحة. ومن الصعب جدا التنبؤ في أي طريق ستسلك هذه الانتخابات المقبلة. هل يؤثر في اعتقادك رامي هذا الحكم على شعبية ترامب فيما يتعلق بالمصوتين له وبالأصوات التي من الممكن أن يحصل عليها في الانتخابات القادمة، أم أن هذا الأمر أيضا سوف تغلب عليه سطوة المال؟ في الحقيقة هناك أمور كثيرة تتحكم في ذلك. أعتقد أن أنصار ترامب الذين يؤيدونه بشدة
ومقتنعون تماما بانه هو الذي يجب ان يكون رئيس الولايات المتحده لاربع سنوات قادمه، اعتقد انهم لن يتاثروا بحكم كهذا. انصار ما يسمى بحركه ماجا بالتاكيد هم مع دونالد ترامب، حتى وان كان فعلا في السجن بحسب ما قالت مارجوري تايلور جرين النائبه في مجلس النواب الامريكي، والتي اعلنت في وقت سابق اليوم ان انها ومن معها والجمهوريون، هي تتحدث بلسان الجمهوريين في مجلس النواب على الأقل، لكنها لا تستطيع أن تتحدث عنهم جميعا في النهاية، ولكنها تتحدث على الأقل عن مجموعة تحالف أو تكتل الحرية، التكتل اليميني داخل الجمهوريين في مجلس النواب، وتقول إنهم سينتخبون ترامب حتى ولو كان في السجن، وهذا تعبير عن أنصار ترامب بشكل أو بآخر. نعم، وفي أول رد فعل دونالد ترامب على هذا الحكم رامي يقول الآن بأنه غير مذنب وأنه قد تم تزوير هذه النتيجة، هي بدأت ردود الأفعال منه هو شخصيا. هو علق أيضا وقال إن هذا الحكم عار، يعني ووصف النظام القضائي بأنه يعني بأنه أصدر حكما يعتبر عارا على النظام القضائي، وأعلن كذلك أيضا أنه سيستأنف هذا الحكم مع فريق الدفاع. إذن لا تزال هناك فرصة أخرى أمام ترامب لاستئناف هذا الحكم، ربما قبل قرار القاضي في الرابع من يوليو المقبل. ولكن دعني أقول لك شيئا، كلما طال أمد هذه المحاكمة كلما زاد غضب ترامب وزاد سخطه، لأنه كما قال اليوم حتى قبل صدور الحكم يبدو أننا سنجلس كثيرا من الوقت هنا، وكان يسخر من طول الجلسات واستمرارها طوال الأسبوع، وكان قبل ذلك ينتقد ذلك بأنه لماذا يجب عليه أن يكون موجودا حضوريا في كل جلسة بينما هو مرشح رئاسي يجب أن يطلع بحملته الانتخابية. بالفعل المقربون من ترامب يتحدثون لبعض وسائل الإعلام ويقولون أنه غاضب من كثرة حضوره لجلسات المحاكم وأنه يريد أن يتفرغ لحملته الانتخابية الرئاسية. نعم، ورئيس مجلس النواب أيضا يعني وصف في أيضا في رد فعل يعني على هذه المحاكمة وصفها بأنها مخزية. طيب، أتباع دونالد ترامب كانوا قد لوحوا من قبل رامي بأنهم من الممكن أن يقوموا بنشر حالة من الفوضى وما إلى ذلك في حال عدم ترشحه. في مثل هذه المواقف، حتى وإن كان سوف يترشح، ولكن في مثل هذه المواقف في أعقاب حكم كهذا، هل تعتقد بأنه إذا ما تم التصعيد في المحاكمات بأنه سوف يكون هناك أيضا تصعيدا آخر في ردود الأفعال من قبل ترامب وبالتالي أتباعه؟ ربما يحدث هذا التصعيد فعلا، يعني إذا ما تم بالفعل محاكمة ترامب في محاكمات أخرى، لديه ثلاث محاكمات أخرى، واحدة في فلوريدا الخاصة بالوثائق السرية، واحدة في واشنطن وهي من الأخطر، من يعني أخطر محاكمتين في واشنطن بسبب أحداث 6 يناير، والأخرى الخطيرة أيضا على مستقبل ترامب السياسي الخاصة بالتدخل في الانتخابات في جورجيا. إذا ما تم الحكم في إحدى هاتين القضيتين والتصعيد، ذلك كفيل بأن يخرج ترامب من السباق، لأنها تهم تتعلق بالتآمر، تهم تتعلق بمحاولات تعطيل عملية ديمقراطية، هذه التهم بالفعل كفيلة بأنها تخرجه من السباق وبمقتضى القانون. اليوم تهمة مختلفة رغم أنها جنائية، لكنها لا تؤثر كثيرا على مساره الانتخابي بالقانون أتحدث وليس يعني. نعم، ولكن موعد العقوبة رامي الترشح إلا إذا قرر بغير ذلك. نعم، ولكن موعد العقوبة رامي في 5 نوفمبر كما ورد الآن، هذا الموعد أيضا يعد موعدا حرجا يعني بالنسبة للانتخابات أيضا، أي أنه سيكون ربما قبل الانتخابات بأيام، يعني أو بالتزامن مع الانتخابات. هذا التوقيت يعني اختياره في الحقيقة يثير علامات استفهام كثيرة، يعني لماذا تترك الأمور حتى اللحظة الأخيرة؟ في الحقيقة أعتقد أن ترامب وأنصاره لديهم علامات استفهام أيضا عن مسار هذه المحاكمة وكيف سارت بهذا الشكل وكيف تم اختيار أعضاء هيئة المحلفين، أمور كثيرة.
إذا أعتقد أنك سألت سؤالا عن ماذا إذا ما قرر ترامب عدم الترشح أو منعه شيء ما من الترشح، في هذه الحالة على الحزب الجمهوري أن يختار مرشحا بديلا للحزب. نعم. وأقرب هؤلاء الآن إلى ذلك هي نيكي هيلي السفيرة الأمريكية السابقة التي أشرت لها منذ قليل والتي أعلنت تأييدها في وقت بالضبط والتي أعلنت في وقت سابق تأييدها لدونالد ترامب، ولكنها بالتأكيد يعني إذا ما واتت هذه الفرصة فإنها لن تدخر وسعا في أن تكون مرشحة الحزب الجمهوري في هذه الانتخابات. هذا بالطبع يعني افتراض إذا ما بالفعل خرج ترامب من السباق الانتخابي سواء بإرادته أو بإرادة القانون. طيب رامي، ماذا يقصد دونالد ترامب عندما يقول بأنه بريء وبأن الأمريكيون سوف يحكمون مثلما ذكرنا من قبل، ويقول أيضا بأن هذه المحاكمة وهذا الحكم مزور؟ ماذا يقصد بأنه مزور، ومن هو المتهم بالتزوير من وجهة نظر ترامب؟ يعني ماذا يقصد؟ هو بالتأكيد ترامب يحاول في هذه التصريحات أن يشكك في نزاهة القضاء الأمريكي وفي تسيير وزارة العدل الأمريكية لكل قضاياه، ليست هذه القضية فقط. هو يرى أنه يتعرض لما يعرف بمطاردة الساحرات، وأن هناك تقصد من وزارة العدل التي يعتبرها الذراع القضائي لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو من يقف وراء كل ذلك ويحاول أن يخرجه من السباق. في تصريحات سابقة يقول إنهم لا يستطيعون أن يهزموننا، لذلك يسعون لإخراجي من سباق الانتخابات، هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمتلكونها. هكذا نعم. يقول ترامب، يقول إن الإدارة بايدن الديمقراطية تسيطر على النظام القضائي وتسعى من خلال هذا النظام القضائي إلى تسيير القضايا الخاصة بترامب بطريقة متزامنة وبشكل معين، يتم اختيار قضاة بعينهم ويعينوا لهذه القضايا حتى يكون بينهم وبين يكونوا أكثر قسوة ربما وأكثر شدة على ترامب. أيضا اختيار هيئة المحلفين الأخيرة ترامب انتقدها كثيرا، كل ذلك يقصد به التزوير ويقصد به عدم النزاهة من قبل وزارة العدل وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. وهل يقبل الأمريكيون أو يصدقون وخاصة من الديمقراطيين بأن الرئيس الحالي جو بايدن قد يكون متورطا في أمر كهذا؟ هل أيضا يصدق الأمريكيون ويقبلون الطعن في وزارة العدل الأمريكية والمنظومة القضائية في الولايات المتحدة؟ من يريد أن يصدق ذلك من الأمريكيين سواء كان من أنصار ترامب أو من أي اتجاه فبالتأكيد له كامل الحق في أن يصدق ذلك، ولكن في النهاية حتى الآن ما يطلقه ترامب ليس عليه دليل أو لا يملك دليلا عليه، لا هو ولا فريق الدفاع لا يملك دليلا على تورط إدارة بايدن أو أن هناك تعليمات ما صدرت من الإدارة للقضاء بأعينهم، ليس هناك أي شيء من ذلك يمتلكه ترامب سوى إطلاق التصريحات علنا، وليصدق من يصدق وليكذب من يكذب. هذا يعني هذا هو ديدن ترامب منذ دخل الساحة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، هو يصدر الكثير من الانتقادات لأعدائه لمنافسيه لخصومه دون أن يمتلك دليلا، يمتلك دليلا مرة ولا يمتلك دليلا عشرات المرات، يعني هذا هو الخطاب الترامبي كما يطلقون عليه. نعم. هنا في الولايات والترامبيزم المتحدة، وأن يعني من يصدقه هو من يصدقه. نعم. في الأساس بالصحيح الترامبيزم أصبح وكأنه اتجاه سياسي، هو من أنشأ حركة ماجا بالمناسبة. نعم. هو من أنشأ ما يسمى الحزب الجمهوري الجديد، كل ذلك يعني ترامب أثر كثيرا في الساحة السياسية، نختلف سلبا أو إيجابا، ولكن في النهاية هو عندما يصرح بشيء فإن هناك الكثير من الأمريكيين يصدقونه والكثير أيضا ممن يكذبونه، وفي النهاية القانون هو الذي سيتخذ مساره وهو الذي سيفرض كلمته النهائية. نعم، قانونا أيضا رامي، وأيضا من الناحية الأخلاقية إلى أي مدى مثل هذه التهم والتهمة الموجهة إلى دونالد ترامب الخاصة بتلك الممثلة وعلاقته بها وما إلى ذلك، إلى أي مدى يؤثر هذا على مصداقية الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية
وخاصة بأن بعض الرؤساء عندما يترشحون ويخفون مثلا بأنهم كانوا مدمني نوع ما من الخمور وما إلى ذلك، بأنهم كانوا هذا الأمر يؤثر عليهم سلبا فيما يتعلق بالترشح، هل هذه الأمور لها وزن معين أو معيار معين للحكم فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية وبالأوساط السياسية والشعبية في أمريكا؟ فيما يخص يعني قانون الانتخابات، هناك قضايا لا تؤثر كثيرا حتى عند الاتهام فيها، الوصول إلى درجة إصدار حكم فيها لا تؤثر كثيرا على المسار الانتخابي للرئيس. يعني حتى يعني قضية تعاطي الخمور أثناء القيادة اتهم فيها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن قبل أن يكون رئيسا بالطبع في فترة شبابه، ولم تؤثر على ترشحه لفترتين أو ولايتين رئاسيتين. ولكن هناك قضايا بعينها، تلك التي إذا ما تعرض لها يعني رئيس ما أو يعني صدر ضده حكم فيها، هذه القضايا هي التي تخرجه حكما وقانونا من السباق الانتخابي وتمنعه من الترشح لأي منصب سياسي. أفعال التآمر، التآمر على الدولة الأمريكية، هذا هو توصيف التهمة أو تسميتها. أيضا هناك اتهامات أخرى مثل محاولة تعطيل عملية ديمقراطية، الدعوة إلى التمرد، الدعوة إلى تعطيل ممارسة ديمقراطية. بالمناسبة كل هذه الاتهامات تتوفر ربما حتى الآن من حيث الشكل على الأقل في قضية السادس من يناير التي تنظر أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن والمتهم فيها أيضا دونالد ترامب. أريد فقط الإشارة إلى خبر عاجل ورد منذ قليل، وهو أول تعليق ربما للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يقول فيه إن هناك طريق واحد فقط لإبعاد دونالد ترامب بعيدا عن المكتب البيضاوي، وهذا الطريق هو صناديق الانتخابات. هذا هو التعليق الذي أدلى به بايدن، ويرى أنه من الأفضل أن يخرج ترامب من الانتخابات عن طريق الصناديق وليس عن طريق القضاء. هذه في النهاية وجهة نظر. يعتبر هذا تسييسا لهذه القضية أو هذا الصراع بين مرشحين كبار ديمقراطية وجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ بالعكس، يعني أعتقد أن تصريح بايدن هذا يعني أنه يريد أن يأتي إليه ترامب في صناديق الانتخابات و يفوز عليه في صناديق الانتخابات، وأنه لا يريد أن يخرج ترامب من السباق عن طريق القضاء، بل بالعكس يريد أن يخرج ترامب من السباق ومن الساحة السياسية عندما يأتي إلى يعني الانتخابات وينتخب الأمريكيون بايدن، كما لو كان ينفي التهمة عن نفسه، أليس كذلك؟ تقريبا ضمنيا تصريحات بايدن تشير إلى أنه يقول ليس هناك تقصد لترامب، ليس هناك مطاردة ساحرات كما يسميها، ليس هناك نظام قضائي يعمل لدى الإدارة الديمقراطية، بل أن هناك نظام قضائي يعمل بمقتضى لوائح ومقتضى قوانين، وأن هو بايدن في النهاية، وهنا يمثل نفسه فقط بالمناسبة، أنه يريد أن يأتي ترامب إلى صناديق الانتخابات ويخسر في صناديق الانتخابات وليس في ساحات القضاء، وهو ضمنا يحاول بالفعل أن ينفي أي تورط له أو لإدارته عن ملاحقة ترامب قضائيا. نعم، وخاصة أنه قد سارع يعني بعد حوالي نصف ساعة من صدور الحكم سارع بإدلائه بهذا التصريح. رامي أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي من واشنطن رامي جابر مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا رامي. مشاهدينا للمزيد ينضم إلينا من نيويورك ماك شرقاوي الكاتب والباحث السياسي. يعني بعد التحية أستاذ ماك، ترامب في 34 تهمة في محاكمته في نيويورك، كيف ترى مدى تأثير هذه التهم والحكم المنتظر على مسيرته الانتخابية؟ أهلا بك يا ميمة. أهلا بك يا ميمة، أهلا بجمهورك السريع. ما في شك اللي حصل النهارده لا سابقة في الولايات المتحدة الأمريكية، لم يحدث من قبل ولا أعتقد أنه سوف يحدث مرة.
يعني الجميع الخبراء قالوا ان من التهمه واحد للتهمه ثمانيه احتمال كبير جدا ان يكون ترامب غير مدان فيها لانه لم يوقع على هذه الاوراق. كل الاراء قالت ان ممكن يكون في ادانه في تهمه او في تهمتين، لكن 34 تهمه الامر مثير الى الريب. ثم تصريح الرئيس بايدن اللي خرج لسه حالا دلوقتي، يعني يكاد المريب ان يقول حدود، يعني انا بينفي عن نفسه اي حاجه، وان اللي هيفصل بيني وما بينه هو الانتخابات وهو عاوز يفيده الانتخابات، واعتقد انه يعرف جيدا انه لن يكون له حدود. هذا الحكم او هذه الاحكام 34 جنايه لا تؤثر من قريب او من بعيد من استكمال بايدن الى مسيرته الانتخابيه وان يخوض الانتخابات في نوفمبر القادم. ما فيش اي ما يمنع الرئيس الا اذا كان الاتهامات بموجب التمديد ال 14 للدستور الامريكي الفقره 3 وهي تعطيل الديمقراطيه او يعني عمل من اعمال الخيانه، وهذا ما يمكن ان يكون موجود في قائمه اتهام في قضيه اعتداء على الديمقراطيه يوم 20/6، واعتقد ان اداره ترامب فيها هتبقى صعبه جدا، لانه لابد ان يصلوا الى نيه المتهم الى ارتكاب الجريمه. وهي نفس الموضوع برضه في جرائم اليوم، لازم على المحلفين ان يتاكدوا ان المتهم كان لديه نيه لفعل الجريمه، وهذا امر صعب جدا. وبرضه في اخطاء اجرائيه تمت في المحاكمه، ومنها السماح للقاضي ستورمي دانيالز ان تدلي بشهادتها، وهي ممثله الافلام الاباحيه، 5 ساعات ونصف تدلي بشهادتها، والادعاء يريد انها تسترسل في ادق العمليه التي كانت بينها وبين الرئيس دونالد ترامب كما تزعم. فاعتقد الامور يعني بالتاكيد ساخنه، ولم نرى ردود افعال بعد، لان هذه الاحكام بالتاكيد سوف تثير حفيظه يعني قاعده ترامب الانتخابيه، ولهذا ليست قليله ابدا. طيب اعتقد انه يمكن ان يكون هناك احكام. طيب أستاذ ماك، أيضا وقد قال ترامب إنه بريء من التهم وأن هذه المحاكمة تم تزويرها، ومن ناحيته رئيس مجلس النواب وصف إدانة ترامب بأنها مجزية، كيف تعلق على هذه التصريحات؟ أنا قلت لك أنا كمحامي وخبرتي بالقانون كمحامي مصري، في 8 جنايات منهم هو مفترض يدخل منها براءة، ان هو لم يوقع على هذه الاوراق المقدمة من المدعي. ده واحد. اثنين، كيف دخلت المحلفين ودخلت الاجراءات المحاكمة الى نية ترامب بارتكاب الجرم؟ يعني هذا شيء صعب جدا اثباته. وهذا الحكم سوف يتم بالتاكيد الاستئناف عليه، واعتقد ان في الاستئناف عليه سوف يكون هناك امور اخرى. انا كنت اعتقد ان سوف يتم تبرئته من هذه الاتهامات، خاصه ان الشاهد الوحيد الذي اعتمد المحلفين على ادانه ترامب هو مايكل كوهن، ومايكل كوهن هو يعني لديه ضغينه ولديه يعني امور واضحه جدا للعلن بينه وبين الرئيس دونالد ترامب، الرئيس دونالد ترامب، وهو متهم وحط عقوبه 26 شهر وكذب اكثر من مره، ومنها على الكونجرس الامريكي، ويعني اعتقد ان شهادته كانت بالتاكيد السبب الذي قام به المحلفين بهذا القرار. ولكن هل هناك مصداقيه كامله لما يقوله؟ اعتقد ان بالتاكيد في محكمه الاستئناف سوف يكون هناك الكثير من الاعتراضات والكثير من الاخطاء التي وقع فيها القاضي الذي اظهر عن نيته. يبدو ان ترامب الان نعم يخرج من المحكمة الآن كما نتابع على الهواء مباشرة وعلى شاشة القاهرة الإخبارية. نعم تفضل أستاذ ماك شرقاوي. أعتقد أنه حق ابتدائي سوف يتم الاستئناف عليه، وسوف يتم إصدار العقوبة يوم 11/7، يعني قبل 4 أيام من الناشونال كونفنشن بتاع الحزب الجمهوري اللي هيعلن رأي فيه مرشح عن الحزب، وسوف يختار ترامب نائب الرئيس في هذا اليوم.
فاعتقد الامور تتجه الى يعني الضغط ثم الضغط ثم الضغط الذي ممكن ان يولد انفجار كتله ترامب الانتخابيه وهي ليست قليله. فاعتقد الديمقراطيين بيلعبوا بالنار ان هم عارفين انهم لن يستطيعوا الحصول على البيت الابيض للفتره الثانيه وليس لديهم اي من الصف الثاني او الصف الثالث لكي يكون يعني مرشح للحزب، وهم لا يملكوا رفاهيه الا ان يعني يبقوا على بايدن في مرشح للحزب، وايضا ليس لديهم بدائل اخرى. فكانت هذه يعني الاجراءات التي بالتاكيد يعني الصغير قبل الكبير يعرف ان من وراء ما يحدث هو يعني وزير العدل الذي هو يعني يعتبر محامي ترامب ومحامي عفوا بايدن والبيت الابيض، ليس المدعي العام للشعب الامريكي. كل هذه الاتهامات التي وجهت للرئيس ترامب لا اعتقد انها يعني كانت فاعله من حيث القانون ومن حيث العداله. تكفيل الرئيس دونالد ترامب حتى لا يتحدث، الحكم عليه بالغرامه ب10 مرات ب10,000 دولار وتهديده بالحبس اذا ما تحدث، كيف لا يتحدث عما يحدث في هذه المحاكمه وهناك الكثير من الاخطاء الاجرائيه تمت. اعتقد ان الامور لم تقف عند هذا الحد، وهناك استئناف للحكم وهناك بالتاكيد يعني صعود سوف تقدم على هذا الحكم، وليس الا هو ان تظهر على الشاشات ان الرئيس ترامب مدان كونفكتد. هو ده اللي عايز يوصل له الرئيس بايدن واداره الرئيس بايدن والحزب الديمقراطي، هي محاوله تشويه للرئيس دونالد ترامب حتى المتارجحين في اختياره لا يرفعوا الى الاختيار. اعتقد يعني معركه انتخابيه فعلا وصيد ساحرات فعلا يعني ويتش هانت حقيقي، والجميع يرى ان بالتاكيد بايدن له يد في هذا الموضوع من الدافع بكل اجهزه الدوله لكي تحاصر الرجل حتى لا يستطيع حتى ان يقوم بحملاته الانتخابيه. نعم. اسابيع معطل تماما، كل يوم مجبر ان يكون في المحكمه حتى لا يقوم بالدعاء الانتخابيه. ولكن ده جاي باثر عكسي. اعتقد ان الارقام بتقول النهارده ان ترامب متقدم على بايدن في استطلاعات الراي، فاعتقد الامور لن تقف عن يعني. نعم، لكن للعودة إلى محاكمة ترامب هذه، يعني ومن وجهة نظر حضرتك وبرأيك ما مدى فرص براءة ترامب من التهم الموجهة إليه؟ هو الجريمة دفع الأموال للإسكات اللي هي النون ديسكلوجر أجريمنت ما هيش جريمة، يعني أنا أستطيع أن أدفع مال لأحد حتى لا يبوح بسر أنا مش عايز يطلع. دي مش جريمه، دفع المال مش جريمه. الجرائم المقدم فيها هي تزوير الاوراق التجاريه للشركات. هذه الجرائم يعني بتتم في مانهاتن في نيويورك كل يوم مئات المرات. بيسموها الوايت كولر كرايم، يعني انا عندي شركه وعايز اغير ورقه عشان اخد مصلحه، دي اوراقي الشخصيه انا. ما هيش اوراق قدمت الى الحكومه الفدراليه او قدمت الى الولايه او قدمت الى يعني القضاء. فهذه الجرائم يعني المعروف فيها ان عقوبتها الغرامه، يعني عقوبات هو طبعا ماده القانون فيها حبس، ولكن اعتاد عليها النظام القانوني ان يكون الاحكام فيها بالغرامات. ولكن هي الفرقعه ان الرئيس السابق بودان ب 34 جنيه، وبعدين 34، طب ما في على الاقل في 8 هو ممكن ما يكونش مدان فيهم، لم يوقع على هذه الاوراق، كيف تدينه على اوراق لم يوقعها؟ فاعتقد يعني زي ما بيقول المثل الامريكاني يا اميمه، it is too good to be true، يعني هم زودوها قوي عن المفروض تتم فهتتقلب ضدهم. برأيك يعني كيف ستتعامل وسائل الإعلام مع هذا الخبر وماذا سيكون مدى تأثيره؟ أعتقد بدأ دلوقتي نشوف يعني تباين في الإعلام في الأمريكية. طبعا شبكة سي إن إن مثلا طبعا بتطبل، يعني أعتقد الأمور بدأت واضحة أن هناك تحيز الإعلام ضد ترامب،
وان بالتاكيد ما فيش فرص متساويه بين المرشحين، المرشح الديمقراطي الرئيس بايدن والمرشح الجمهوري رئيس ترامب. فبالتاكيد الاعلام في تحيز، وهنشوف ردود الافعال اللي هتحصل والتي اتمنى الا تحصل بالتاكيد، ولكن اثاره الناس بهذا الشكل ان يتم اجباره على الدخول في هذا المعترك، وكمان نعم. أستمل له جدول القضايا. نعم نعم أستاذ ماك، يعني ونحن نشاهد الآن مع حضرتك على الهواء مباشرة، نشاهد على شاشة القاهرة الإخبارية موكب ترامب وهو يغادر ساحة المحكمة، حيث أدانت هيئة محلفين بنيويورك الرئيس السابق دونالد ترامب بكل التهم 34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال خلافا للقانون لشراء صمت إحدى الممثلات في تطور مزلزل يأتي قبل 5 أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض، بذلك يصبح الملياردير الجمهوري أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائيا، على الرغم من أن هذا الحكم لا يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية. تفضل أستاذ ماك. موقف مؤسف بالتأكيد، يعني الرئيس ترامب له ما له عليه ما عليه، ولكن أن تكون الاستهداف بهذا الشكل، أن يكون الجدول الانتخابي بتاعه من بداية الحملة الانتخابية لنهايتها مقسمين القضايا في 4 قضايا ب 96 اتهام تقريبا، كل هذا بالتأكيد ده معمول يعني مصمم لكي يمنع من ان هو يمارس حقه في الدعاية الانتخابية. المحامين تقدموا وقالوا لماذا لا يتم يعني تأجيل هذه الجلسات الى ما بعد الحملة الانتخابية، ويمكن ان يضع القاضي يعني بيسموها يعني سيل ذا كيس، يعني يقفل القضية مؤقتا ويتم حجبها لغاية ما يخلص 4 سنين بتوعه ويعاد محاكمين. فلماذا لم يتم هذا الامر؟ ونفس الموضوع اتعمل مع هيلاري كلينتون اما رفض جيمس كومي، اما رفض ان هو يوجه لها اي اتهامات عشان الانتخابات. الله، يعني الاف بي اي والاداره الامريكيه بتوقف اجراء يعني قانوني المفروض يتخذ عشان الحمله الانتخابيه، طب لماذا لم يتم استخدام نفس المنطق مع ترامب ووقف كل هذه الاجراءات والمحاكمات الى ما بعد نهايه الحمله الانتخابيه؟ اذا فاد يتم يعني حجب القضايا الى ما بعد انتهاء 4 سنوات، لان القضايا التي تاتي من الولايات لا يستطيع ترامب ان يعفو عن نفسه فيها، هو يستطيع ان يعفو عن نفسه فقط في القضايا الفيدراليه. فقضيه نيويورك دي هتبقى موجوده، وحتى لا يتم يعني يسموها سقوط القضيه بالوقت اللي هي ستاتيوت اوف ليميتيشن، يعني ما يخلصش الوقت. نعم استاذ ماك شرقاوي، القاضي بيحجمها لحين انتهاء الدوره. عذرا لضيق الوقت، لكن اشكرك شكرا جزيلا على كم هذه المعلومات. كنت معنا من نيويورك ماك شرقاوي الكاتب والباحث السياسي. مشاهدينا، نهاية هذه الساعة الإخبارية، وإليكم أهم عناوين الأخبار. مصدر رفيع المستوى يؤكد عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول وجود اتفاق مصري إسرائيلي بشأن إعادة فتح معبر رفح. الخارجية الأمريكية تؤكد استمرار البحث عن حلول دبلوماسية مع مصر وإسرائيل لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني. وأونروا تؤكد أن أكثر من 32 ألفا فروا من رفح بحثا عن مأوى خلال الساعات 48 الماضية. محمد عبد الرحمن على رأس الساعة، شكرا لكم. شكرا لك يا أخي. شكرا لك يا أميمة، وشكرا لحضراتكم، وإلى اللقاء.